من الفنانين اللي كان بيزعل قوي لما كنت انت بتنتقده، ولا كان لا في عندك مقربين كلهم. بقى ومش مقربين؟ لا عايز اقول لك مقربين، لا كلهم بيزعلوا. لا بس اعرفهم يعني. عايز اقول انت، هو في ناس ممكن تقابلها مثلا يبقى علاقتك بيه جيده، اوكي، فعمل حاجه انت يعني كتبت وناسي ان العلاقه جيده، لان العلاقه بيني وبينه هو العمل. فكنت زمان قوي مثلا اقول من 20 سنه لو مثلا في عرض خاص او اتقابلنا في مهرجان ما بقاش مركز قوي انا كتبت ايه. فمثلا بتروح بتسلم عادي انت عارف، فجاه ان السلام في فتور، فبدات بعد كده ابتدي لا افكر انت كتبت ايه، لان ربما الطرف الاخر يبقى لانه كلهم بيقابلوه بقى ايه فاكرين له. لكن نبيله عمرها ما زعلت، ما يعني ما زعلتش بالمعنى لما نتقابل تحس ان وشها مقفهر او بس كان مويه اتضايق. ثانك يو.